فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين المراء والجدل؟ وهل هناك ما هو مباح من الجدل؟ الجدل هو المناظرة، والله أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن، قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، لأجل يتبين الحق ويعرف المخطئ خطأه، لا بد من المجادلة، لكن تكون بالتي هي أحسن هكذا. وأما المراء فهو لا، ليس هو من الجدل. المراء يراد به التكبر والانتصار للرأي أو التعصب لبعض الآراء، فالمراء أشد من الجدل. الجدل يحتاج إليه أحيانا، ولكن المراء لا يحتاج إليه ولا يصلح. نعم.